على فكرة في حاجة يعني إذا سمحت لي كده نفسي أقولها لك من غير ما أعمل عليها أي حواجز. أنا بقول مرة لفؤاد المهندس بقول له يعني الجنرال أنت يزر بتكلموا بعض ببروتب. أيوة. قلت له جنرال مين؟ قال الجنرال مدبوري. بقول له أنا عمري لا شفته لا في سهرة ولا حتى في محل عام. أنا ما صار محل عام لا أقل أنا موجود مثلا معاه مراته معاه بنته. أنت بتروحش محلات عامة ليه؟ والله يعني مش 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 كمان يعني المسألة دي على كبر لا دي المسألة دي من صغري لا عمري دخلت كباريه ولا كازينو ولا طبعا والواحد كبير دلوقتي كمان ما اقدرش اقعد في مكان عام وقعدت حتى ما اقدرش اخد معايا اولادي او زوجتي او ليه طبعا الناس بتتلم علينا وتقعد تبص لنا يعني مثلا لما اروح اقعد اكل في مكان عام 100% كل اللي قاعدين هيبصوا لي باكل ازاي لانهم مفتكرين ان انا هحط المعلقه بدل بوقي احطها في ودني انت خايف من نظرات الناس مش ممكن ابدا ابقى قاعد في مطعم باكل وميت عين عماله تبص لي يعني باكل ازاي وباكل ايه يعني مش ممكن هبتلخبط عشان كده لا ما احبش ابدا حاجتين لا العزايم ولا الاماكن العامه اكل فيها ولا الحاجات دي ولا تروحش الكازينو ولا ولا لا, لا 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 طب انا هقولها بقى اقول هو انت بخيل لا يلا بصراحه بقى انت ليه بتقول كلمه بخيل لان هم فعلا بيقولوها عليا لان انا بالشكل ده لان الانسان ماليش دعوه ابدا بالاماكن العامه دي ماليش دعوه بالصحراء انت انطوائي انطوائي نعم مع انك فنان يعني والشهره شو ممكن تخليك انطوائي لا ما هو مش ضروري يعني الفنان يبقى لازم يعني سهر اجتماعي اجتماعي ده حاجه تانية غير ان انا انطوائي ان انا مثلا بعد ما اخلص شغلي اجي بيتي اقعد في بيتي مع اولادي اقرا لي كتاب اسمع مزيكا انت تعرفه معرفه شخصيه اعرفه انا بقول لحضرتك كنا اصدقاء طيب لما اصدقاء من الصغر من الصغر احنا بس يعني هو نحى جانبا نحى او انا خدت جانبه وهو خد هو بعد التخرج هو بخيل الله اعلم لا انا بسال انا بسال من ابراهيم كنا صديق انت قلت لي علاقه طويله طبعا انا كنت لازم اعرف منك حقائق سمات شخصيه انت ليه خايف ترد لا مش خايف طيب خلاص اصل احنا زمان كنا نقول له انا طلع يعني انا بتهيألي هو نوع من الحرص مش درجة البخل يعني الاستاذ مدبولي بيته من البيوت الشيك جدا اولاده تعلموا احسن تعليم وكلهم وصلوا لمستويات كويسة جدا ده بفضل انه بيصرف عليه تمام اكيد يعني مش تمام تحبي مدبولي جدا بعيوبه هو عنده عيوب مش بخيل طب وايه يعني الحكيم بخيلا هو كريم في فنه مش مهم اي حاجة تانية ولا اذا كان ده حقيقي ما توقعنيش مع الاستاذ مدبولي انما هو مش بخيل هو حرص اكثر مما يجب لحرمان الصغير وهو طفل صغير او لتجربته اللي خاضها وعرف قيمة المادة في حياة الانسان لا 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 عمره ما كان بخيل عمره يعني اظن اول واحده تحس ببخل الراجل زوجته بالتاكيد فعمري ما حسيت في دي بالعكس انا يمكن ساعات بالنسبه لمطالب الاولاد انا اللي بعمل كنترول شويه على ضبط المساله يعني بعمل الضبط لانه هو من النوع اللي اي مطالب الاولاد ماديه بيوافق على طول انا اللي شويه بفرمل العمليه اختاري كلمه من الثلاثه دول عبدنا المدبولي بخيل مسرف حريص حريص بخيل انا عمري ما حسيت بيها اختاري كلمه من الاثنين دول عبدنا المدبولي بخيل حريص حريص عليك حريص ايه معنى الحرص في نظرك في ناس بتصرف ببذخ في حاجات يمكن ما يكونش في منها فايده او عائد او ممكن تكون مضره كمان لكن هو لا كان حريص على القرش مش منطلق يعني ان هو مثلا بخيل لا يعني زي ما بقول لسيادتك كلنا كنا متواضعين يعني الحرص ده كان سمة موجودة عندنا كلنا استاذ مدبولي هو فين هدور توديني
تقولي صباح الخير. اهلا اهلا. انت بتعمل ايه؟ انا بسقي الزرع. انت عارف زمان كان يقولوا في الكتب المطالعة البستاني. فاكر؟ انا البستاني. انت البستاني. بتنزل الجنينة كل قد ايه؟ طول ما الاقي نفسي فاضي كده او عاوز اغير جو. اظن بتاخدك تماما من كل الفن والشغل والكل. لان طبعا لا بقدر اخرج اسهر برا ولا اروح اماكن عامة، فالمكان اللي بقدر يعني ارتاح فيه وابقى على حريتي هو جنينة. جنينة. دي شجرة ايه؟ دي لارنج. لارنج. ودي شجرة ايه؟ دي جوافة. دي جوافة. ودي؟ ودي مانجا. ودي مانجا. ايوه. ده انت عندك يعني مزرعة في البيت. كان مزرعة وكانت احسن من كده كمان لولا ايه. الورد اللي عندك ده انت اي نوع من الورد انت بتحبه؟ انا بقى ما يهمنيش الورد ده اسمه ايه ولا لونه ايه. انا يهمني جدا ولا ريحته ايه. لا الريحه برضو دي مهمه جدا. لكن انا اللي يهمني يبقى فيه الوان حواليا. خضره صفره حمراء. لكن دي اسمها ايه مش مهمه عندي. ده اسمه ايه مش مهمه عندي. ده نبات ظل. برضو ده نبات ظل. نبات ظل يعني استاذ مدبول يعني متواري عن يعيش الشمس في الظل. بس يحب الضوء. الله. نبات الظل يحب الضوء. عاوز الضوء. لازم الضوء برضه. نبات يحب الشهره. هو زي البني ادم يحب الشهره. نبات ده. أيوة. نبات ظل. انا متصور انه متواري. عاوز اضواء. مش عايز اضواء. اتضح انه عايز اضواء. عاوز الضوء. وبرضه يشم شويه هواء. يعني هو زي البني ادم. تعرف كانت مره قالت لي مدام هند رستم قالت لي انه احيانا النبات يحس بالانسان اللي بيحبه يعني زي الحيوان. والله دي حقيقه جدا. يعني هو الزرع او اي حاجه يعني بتزرعها لما بتعتني بيها فعلا بتحس فيها بنضاره واشراق خلاف الزرعه اللي انت سايبها. يعني انت المعنى الفلسفي اللي جواك تجاه هذا الحديقه انك بتحب انه حاجه صغيره تزرع نبته. ايوه. وتتفرج عليها. هو ده الجميل اللي فيها. ابوه. ابوه بابا عبده. ان انا اجيب اثاري واحط فيها بذور وتفضل تراقبها وافضل اراقبها وهي بتكبر وبتطلع زهرتها وكل دي متعه كبيره جدا للواحد. انت بتحب الخضره اساسا؟ بحبها جوه البيت وخارج البيت. وده كان امنيتي من زمان. انا فكرت في خضره احد احلامك وانا صغير. كان نفسي يبقى عندي بيت فيه خضره في شجره. ان شاء الله شجره واحده. شجره واحده. هستناك. ماشي.